ينضم إلينا من بروكسل مراسل الغد سلام كيالي. سلام، بماذا خرجت هذه القمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان؟ نعم، هو تأكيد عمليا كما جاء في البيان الختامي، هو تأكيد على أهمية دول البلقان بالنسبة للأمن والاقتصاد الأوروبيين، وأيضا تأكيد على أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول البلقان من ناحية الدعم الاقتصادي. كان هنالك حديث أيضا عن ضرورة من قبل دول البلقان أن تتبنى ذات النهج أو ذات السياسات والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وبالتالي تتأكد بهذه العملية العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة وأننا نذكر بأن على سبيل المثال صربيا وألبانيا تبنتا العقوبات الغربية على روسيا، ولكنهما لم تطبقا هذه العقوبات، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للضغط الآن لمزيد من الالتزام بالقرارات الأوروبية السابقة. لذلك كان هنالك البند الأول من هذا البيان الختامي لهذه القمة، بأن الحرب الروسية أدت إلى زعزعة الأمن والسلام في العالم وفي القارة الأوروبية على وجه التحديد. أيضا كان هنالك توصية من قبل المجلس الأوروبي، رئاسة الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بضرورة أن يضع منظور وأن يضع خطة لمزيد من التكامل بين الطرفين، بين دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي. هذا بطبيعة الحال يشمل خطط اقتصادية وخطط سياسية في محاولة لزيادة التكامل. كان هنالك توقيع لاتفاقية التجوال الحر أو الحر بين الطرفين، وبالتالي كما قال شارل ميشيل هذا يزيد من السياحة ومن الوضع الاقتصادي في دول غرب البلقان. دول غرب البلقان في العادة تذهب إلى هذه القمم بحثا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، هل من جديد في هذه القمة؟ نعم، لم يتم التناول بشكل مباشر أو الحديث عن دولة بعينها بأنها ستنضم أو أن هنالك تسريع، ولكن كان هنالك توصية أيضا ضمن البيان بأن على بريشتينا وبيليغراد حل الخلافات بينهما وفق الورقة أو المقترح الذي قدمه جوزيف بوريل اليوم لكلا الطرفين، وبالتالي التزام أو محاولة، هذه الورقة تأتي بمحاولة تطبيع بين الطرفين، ليس باعتراف من قبل صربيا بكوسوفو، وإنما بتطبيع هذه العلاقة، وبالتالي محاولة حلحلة الخلافات التي بدأت تظهر خلال الفترة الماضية. أيضا هنالك محاولة لحلحلة الخلافات بين دول البلقان. قال البيان بأنه يجب نسيان جرائم الحرب أو تجاوز فكرة جرائم الحرب والأسرى والضحايا الذين سقطوا، وبالتالي يكون هنالك مزيد من الأمن والسلام في المنطقة، وهذا ما يخول عمليا لتسريع عملية الانضمام. كوسوفو عمليا ستقدم ورقة الانضمام إلى أو طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في القمة الأوروبية المزمع عقدها في 15 من هذا الشهر. أيضا هنالك محاولات لتسريع انضمام البوسنة والهرسك وفق مقترح أوروبي كان قد أقر في المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. لا ننسى أنه في أكتوبر الماضي كان هنالك بيانات أو دراسات لأوضاع دول البلقان الست، بالإضافة إلى تركيا بطبيعة الحال، الذي جاء في البيان أو جاءت الدراسة عمليا البحث عن الأوضاع حقوق الإنسان جاء مغايرا لما جاء فيه عن الدول الأخرى، وبالتالي هذا يعرقل الانضمام. ولكن بقية الدول يرى الاتحاد ضمن البيان الختامي بأنها تجري أو تقوم بما هو مطلوب عليها بأفضل وجه، وأن عليها الإسراع لتسرع عمليا الانضمام للاتحاد الأوروبي. قضية الهجرة أيضا كانت مطروحة، ما الجديد في هذه القمة حول الهجرة؟ نعم، هنالك مطالبات كانت من دول الاتحاد الأوروبي تجديد الأمن على الحدود، حدود دول البلقان. هنالك محاولات كانت أن يتدخل أو تتدخل قوة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس ضمن حدود أو على حدود دول غرب البلقان. هنالك قوات بالفعل بدأت عملها من فرونتكس في مطارات وعلى الحدود الألبانية مع دول خارج غرب البلقان، ولكن حتى الآن هنالك تفاهمات على ضرورة إيجاد حل هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين غير الشرعيين الموجودين في دول البلقان. ما تطلبه دول الاتحاد الأوروبي عمليا هو زيادة الأمن على الحدود، وهذه التوصية بطبيعة الحال جاءت ضمن البيان الختامي، وهو ملف مهم كان بالنسبة لدول الاتحاد، خاصة وأن دول غرب البلقان على وجه التحديد صربيا وألبانيا هما دولتان ممر رئيسيتان عمليا للاتحاد الأوروبي، تعتمدها عمليا أفواج اللاجئين للوصول إلى دول كألمانيا كالنمسا كبلجيكا وفرنسا. خلال الفترة الماضية زاد أعداد اللاجئين الواصلين
50 من هذه الدول عمليا 50%. لذلك كان هنالك محاولات وضغوطات من قبل الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات جماعية وأيضا ثنائية مع دول غرب البلقان في محاولة حلها لهذه الأزمة، خاصة بإيجاد أو بالسيطرة أكثر على الحدود ونشر قوات أوروبية، قوات فرونتكس عمليا، قوات الأمن المسؤولة عن حماية حدود الاتحاد الأوروبي البينية وحتى الخارجية مع دول أخرى. سلام كيالي مراسل الغد من بروكسل، شكرا لك.